نذهب إليكم حول آخر المستجدات الصحية للأسرى السبعة المضربين عن الطعام وأقدمهم كاجد الفسفوس. المخاوف تتزايد على حاجاتهم وخطورة وضعهم الصحي. مباشرة نذهب للتعرف على هذه المستجدات مع الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين السيد حسن عبد ربه. أسعد الله صباحك بكل الخير سيد حسن. يسعد صباحكم والقضية والكرامة والسلامة لأسرانا. أهلا وسهلا بك. يعني مناشدات بكاء الأهالي بالإضافة إلى فعليا ربما تجاوزت الحالة الصحية لبعض الأسرى حالة الخطر لنكون لا سمح الله بين الفينة والأخرى والاستماع لخبر وفاة لا قدر الله أحد الأسرى نتيجة هذا التدهور. إن أمكن أن تلخص لنا الوضع كيف تبدو أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام؟ نعم، نحن نتحدث عن 7 معتقلين إداريين يستمرون في معركتهم ضد الاعتقال الإداري. أقدم هؤلاء الأسير كايد الفسفوس منذ 109 أيام، والذي يربط في مشفى برزولاي الإسرائيلي، حيث تم إعادة تفعيل أمر اعتقاله الإداري من قبل مخابرات الاحتلال الإسرائيلي في خطوة واضحة بأنهم يصدرون أمرا بقتله وبإعدامه بشكل بطيء نتيجة عدم مراعاة ظروفه الصحية، بدلا من أن يقدموا على إلغاء وإنهاء مأساته في هذا الاعتقال يعمدون إلى إعادة تفعيل أمر الاعتقال الإداري، كما تم تجديد أوامر الاعتقال الإداري قبل ذلك لكل من هشام أبو هواش وشادي أبو عكر لمدة 6 أشهر. وأيضا الأسير مغداد القواسمي الذي يضرب منذ 100 يومين، وهشام أبو هواش منذ 76 يوما، وعلاء العرج منذ 85 يوما، وشادي أبو عكر منذ نحو 70 يوما 68 يوما، وعياد الهريمي منذ 39 يوما، ولعي الأشفر منذ 21 يوما. هذه الأيام وهذه الأرقام هي ليست مجرد أرقام، هي أيام من الوجع ومن الألم ومن المعاناة المستمرة ومن الخطورة المتفاقمة والمتزايدة في كل لحظة التي تتهدد حياة هؤلاء الأسرى وصحتهم وسلامتهم. نحن نتحدث عن فقدان كبير في الوزن، نتحدث عن نقص حاد في السوائل، عن تأذي وظائف الأعضاء الحيوية لديهم في أجسامهم، الكبد والكلى والقلب والرئتين، بما يعني ذلك من حالة هزال ومن نقص واضح في الفيتامينات وفي البروتينات في الجسم. نتحدث عن تشنجات مصاحبة لهذا الوجع وهذا الألم، وحالة من الدوخة، وكذلك الأمر عدم القدرة على النطق والكلام وعدم الرؤية بشكل طبيعي، عدم القدرة على الحركة. نتحدث عن وخزات في الصدر، نتحدث عن نقص وعدم انتظام في دقات القلب، بالإضافة إلى انخفاض واضح في ضغط الدم. كل هذه الأعراض وكل هذه التفاعلات الصحية هي من شأنها أن ترفع من مستوى الأخطار المحدقة بحياة وسلامة هؤلاء الأبطال، والتي قد تكون تعرضهم إلى انتكاسات صحية مفاجئة تؤدي إلى الإعاقة والشلل أو إلى فقدان الحياة، تؤدي إلى الضرر المباشر في الجهاز العصبي وفي الدماغ. ورغم ذلك سلطات الاحتلال بدلا من أن تعمد على تخفيف هذه المعاناة وتنهي مأساتهم في الاعتقال الإداري تلجأ إلى التنكيل بهم من خلال استمرار احتجازهم، سواء كان ذلك في زنازين العزل الانفرادي كما هو حاصل مع عياد الهريمي ولؤي الأشقر، أو فيما يعرف بعيادة سجن الرملة، أو حتى في مشفى كبلان كما هو حاصل مع الأسير. سيد حسن، يعني نحن نتحدث عن أن كل ثانية تمر في هذا الوضع الصحي الذي يعاني منه الأسرى هي بصراحة من تنقص أو تنقص من حاجاتهم وتزيد الوضع خطورة أكثر فأكثر، وبالتالي هل هنالك أي تقدم في التحركات سواء كانت الفلسطينية، الدولية، المؤسسات الحقوقية، يعني أم لا زلنا قيد أو وقف التنفيذ بصراحة؟ نعم، يعني كل الجهود التي تبذل من على الصعيد القانوني حتى الآن لا يوجد أي اختراق فيها على الإطلاق نهائيا، بل بالعكس من ذلك هناك تعقيدات تلجأ لها سلطات الاحتلال من خلال عدم
تسريع انعقاد هذه الجلسات للنظر في الالتماسات المقدمة بحق بعض المضربين كالأسير هشام أبو عواش وشاري أبو عكر، وإنما تلجأ إلى تحديد مواعيد زمنية بعيدة المدى، الأمر الذي من شأنه أن يطيل أمد هذه الإضرابات. بكل وضوح نحن نلمس في هذه القضايا الآن بأن سلطات الاحتلال بمكوناتها الأمنية الاستخباراتية والقضائية قد لديها توجه واضح لمفاقمة معاهات هؤلاء، وكانها تصدر أمرا بإعدامهم بشكل بطيء، تريد أن توجه من خلالهم رسالة واضحة لكل المعتقلين الإداريين بأن كل من يفكر أو يحاول الإضراب عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري سيلقى هذا المصير، وهو مصير الأوجاع والآلام والأمراض والمخاطرة بالحياة. هذه رسالتهم الآن، وهم يريدون بذلك كسر الروح المعنوية وكسر إرادة وعزيمة هؤلاء الأسرى ودفعهم نحو اليأس والإحباط والاستسلام. يعني إن كانت التحركات أو التقدم خجول بصراحة فيما يتعلق بقضية أسران البواسل، نأمل ألا تكون الروح الداعمة والروح المساندة لأسرانا في الشوارع الفلسطينية ألا تكون خجولة، بل على العكس تماما أن تبقى على استمرار في ذكر هذه القضية وفي الالتفاف حول أسرانا والحركة الأسيرة وأمعائهم الخاوجة في حربهم التي يخوضونها. نأمل لهم السلامة، كل السلامة، ونأمل لهم دوام الصحة والعافية، وأي يصلوا إلى مبتغاهم في الحرية. أشكرك جزيل الشكر السيد حسن عبد رب الناطق الإعلامي باسم هيئة الشؤون الأسرى والمحررين، شكرا جزيلا لك، ونواصل مع حضرتك.